فرحة مقسومة لكل بيت جايين والسكة فاتحة مدين للكل ايد انا جاي. ازيك يا عم محمد؟ عامل ايه؟ الله يبارك فيك يا بيه. اخبارك؟ ده تمام والله، تمام 100 100 والله. بص بقى، انا من اول ما جيت هنا وكله عمال يقول لي لازم تقعد مع عم محمد. أيوة لازم. أيوة تقعد مع عم محمد. أيوة شو انا عم محمد يعني ايه السر؟ ما عشان شغالين. احكي لي بقى عم محمد، انت كم سنه الاول؟ انا عندي 60. ربنا يديك الصحه وطول العمر. قول لي بقى، انت شغال الاول كنت شغال صيد؟ شغال صيد ابا عن جد بقى ولا صيد؟ ايه؟ اه صيد بس. احنا مولودين خلي بالك في النيل. تمام، يعني مؤاخذه لو طلعنا من النيل ده زي السمك هنموت. ربنا يديك الصحه وتطول عمر يا رب كده. ويا مدتنا الشغلانه بتاعت الشركه دي برضو. ما احنا بقى احنا هنروح بقى للحته بتاعت انت دلوقتي غير الصيد، انت بقى شغلك ايه؟ كل يوم بتعمل ايه؟ كل يوم بصات. اه لا، موضوع التنظيف بقى. التنظيف تعمل ايه بقى؟ ما التنظيف ده بنزل بلم جميع اي حاجه في اي زباله موجوده هنا. اي حاجه بلمها، بلاستيك بقى، كل حاجه، ورق، اي حاجه، شباشب، بلاستيك، شباشب، اي حاجه، كنز بتاع البيت ده، بتاع الحاجه الساعه، كله بلمه. بتبتدي من الفجر كده بقى ولا بتبتدي؟ لا، ببتدي من الساعه 5. 5 الفجريه. لغايه ما بعود مثلا الظهر، لحد الظهريه بقى عمال بقى بتجمع، ابيع اللي ابيعه هنا وريح في البيت. والصيد بقى كصيد بقى مواعيده امتى الحلوه؟ المواعيد بتاعت الصيد، الصيد بقى العادي بتاعنا. بالليل. وقت ايه كده؟ مغرب ولا بعد؟ لا انا اشتغل من الساعه 10 لغايه الصبح. من 10 ده احسن وقت للصيد، لغايه الصبح. اشمعنى بقى؟ ما عشان السمك بيبقى 100 100. بيبقى نايم. والله بتاخده على هناخدوه على غفله. على غفله وهو نايم. تعالى تعالى، احلى سمك هنا ايه؟ البلطي والبياض. البلطي والبياض. وانت بتحب احلى سمك تاكله ايه؟ انا احلى حاجه البلطي. وانا كمان على فكره احلى حاجه تاكله مشوي ولا مقلي بقى؟ ولا مشوي حلو. انت ايه الاكله اللي لو عندك برد تاكل مشوي؟ لو برد اكل مشوي. ما يتعبكش ولا اي حاجه. تمام. لكن مقلي لا. مقلي لا. طيب احنا مشينا، لو لقينا حاجه بقى بتشيل على طول بقى بتشيل على طول. بتشيل بقى في الشبكه وتشيل وتجمع. بتجمع. بتجمع واحنا ماشيين. يعني احنا ماشيين يا صديقي، لو لقينا حاجه كده اي حاجه بديلها. طيب الناس بقى عندها وعي شويه وبطلوا يرموا ولا مفيش فايده؟ لا بطل والله العظيم، بطل من ساعه ما اشتغلنا. يعني الواحد منا ما كان بيعرف فيها. كنت بتبقى ماشي بقى هنا على طول بقى كله تلج الدنيا كلها معموله. دلوقتي الدنيا معانا لغايه الوراق نضاف والله. بس الناس وعيت شويه بقى. بقى في وعي شويه وفاهمين بقى ان هم معانا من هنا لغايه الوراق. بقت نظافه. ما زي الاول. جميل. طيب مين بقى اللي دلك على الشغلانه ان انت تشتغل في موضوع تنظيف الميه ده هنا؟ اول ما فتحوا الناس هنا اللي شغالين في المصنع هنا، اول ما فتحوا الصراحه. المدير بنفسه دلنا. تمام، هتشتغلوا معانا والحاجه اللي انتوا هتلموها هنديكم ثمنها. قلت لهم على بتتحاسب ازاي يا عم محمد بقى؟ بالكيلو ولا بالكيلو؟ بالكيلو. بالكيلو. بياخدوا الكيلو ب 14 جنيه الكيلو ب 14 جنيه. البلاستيك غير المعدن غير الحاجات الكنات بتاعت البلاستيك البلاستيك الشباشب والدراكن. دي بياخدها ب 4 جنيه. 4 جنيه. لكن الجزاز اللي هي العاديه بياخدها ب 14 جنيه. 14 جنيه. وانت بقى كل يوم ليك مواعيد لازم بلم. في حاجة؟ طب استنى، انت عارف انت بتعمل يعني ده اكل عيش وكل حاجة، بس انت بتعمل حاجة مهمة قوي. يعني انت عارف ان انت النيل من كتر البهدلة اللي فيه دي الناس السمك اشتكى. فانت دلوقتي حمت السمك كمان. احنا كده الشركة دي خلي بالك خلتنا نظفنا النيل، والواحد كان يحتار يعني يلم الحاجة هيوديها فين. لكن هم من ساعه ما فتحوا الناس الصراحه ما بنخليش حاجه في النيل، كل حاجه تجيب فلوس بنلمها. واحنا خايبين بنرمي في اي حاجه نرميها في المايه. احنا عندنا هنا فين؟ عندنا دكتوره هنا؟ مالها بقى؟ دي من بره مش من مصر. بس بانيه فيلا هنا. ليها بيت فيلا بتاعتها هنا. بتاخد الزباله مؤاخذه بتاعتها كل يوم في الشنطه. لغايه ما تروح طباعها كده تركب العربيه بتاعتها بتحطها في صندوق الزباله.
واحنا المفروض نعمل كده كلنا يا ماشي. الناس تبقى راكبه العربيه يا عم محمد يقوم يفتح الشباك ويرمي ارميها ارميها ارميها. ما انا بشوف غلط. انا بشوف غلط. طب انا بشوف انت بقى لو حد من عيالك بقى انت احكي لي عن عيالك الاول. عندك ايه بقى الخلف بتاعك ايه بقى؟ عندي سيد واسماء وعز. سيد واسماء وعز. مين بقى متجوز فيهم؟ كلهم متجوزين. يعني انت جد بقى؟ اه كلهم متجوزين. احفادك اسميهم ايه؟ اه ولا ط ديحيه. ما شاء الله. حفيدك اسمه ايه؟ يحيى. يحيى ربنا يخلي. والباقيين اسميهم ايه؟ عزه واسماء. عزه واسماء. طيب هم بقى اتعلموا بقى ما يرموش بقى وما يستخوش الميه لا لا. يعني ابوهم هيبقى شغال وهي ما في ناس خايبه يا عم. لا لا والله هيبقى شغال في حاجه ولا ايه؟ طيب ماشي. هيبقى شغال ابوهم وبيلم الحاجه وهم يرموا. ده انت سيدهم وسيدنا والله يا عم محمد. ما ينفعش. لا في شكارة دي ولا ايه؟ تمام. انا عمال اقول في ايه في افايل. طب البتاع الشكارة اللي هناك دي هتاخدها ولا تسيبها؟ دي ولا ده كيس بلاستيك ده ولا ايه؟ كيس. هاتوا هاتوا. عايز اي مساعدة؟ لا 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 ده هدوم. ده ايه ده يا عم محمد؟ ده ايه ده؟ خشب. ده كيس. كيس كيس بس تقيل شوية. ربنا يقويك يا عم محمد. بيتهيألي يعني احنا محتاجين نحافظ على المية. يعني اكتر ناس محتاجينها يعني. حافظ على النيل. والله حافظ على النيل. محتاجين نحافظ على النيل وعلى المية. وشايفين الراجل اهو. ربنا يديك الصحة يا عم محمد. الله يخليك يا بيه. في علبة عصير كمان اهو. كل حاجة. قول لي يا محمد. اتفضل يا بيه. زيد فضلك ربنا يخليك. انت قلت لي هنا بقى الناس كل واحد خلاص بقى يحافظ على قد ما يقدر بقى. كل واحد بيحافظ. انت لو لقيت حد بيرمي تزعله بقى؟ ازعجله إيه؟ ازعجله طبعا. والله صح صح والله. وعارفين ما حدش يقدر يرمي حاجه. عارفين ان عم محمد موجود. ما حدش يقدر يرمي حاجه قدام. ده في كل حاجه. ما لقيتش في مره حاجه غريبه كده؟ لا. انت رديت عليا بسرعه قوي كده ليه؟ لا قول. لقيتش في مره حاجه غريبه كده وانت حاجه غريبه كده؟ النيل نظيف خلي بالك. انا ما قلتش حاجه وحشه. لا احنا لقيت كنز ولا حاجه في مره كده. يا ريت. في هنا الناحيه دي يا عم محمد اهو. ايوه الناحيه الثانيه اهو. ماشي. خيبه. خيبه لما يبقى عندنا حاجه زي كده ومش عارفين نحافظ عليها والله العظيم. استنى افتح لك. انت بقى بتفضل رايح جاي بقى في من فين لفين بقى كل يوم؟ انا بكره خط سيرك يعني. انا بكره كده بقوم الساعه 4 معايا كده لغاية بعد الدمعة. بعد كوبري الدمعة. أنا كنت أقول الدمعة. بعد كوبري الجامعة. أجيبها من هناك تنظيف. تروح جاي كم مرة بقى كده؟ هي مرة واحدة. مرة بس. مرة بقى تنظيف. تنظيف يعني. ربنا يقويك يا عم محمد. معلش إحنا شغلناك وعطلناك النهاردة. لا لا لا. أنتوا كده بتنورونا. الله يكرمك. طب انت تقول للناس النهارده اللي بيتفرجوا عليك تقول لهم ايه على موضوع ان احنا نحافظ على ميه النيل؟ ان احنا بننظف. ان احنا بننظف ومحدش يزبل. شايفين الناس. شايفين الناس شغاله. ما حدش يرمي حاجه. صح صح. صندوق الزباله موجود.
صندوق الزباله موجود وكنت كده كده معديه ادي بطلبات. لا ده واحده راميه لك كيس مجمعه فيه كل حاجه وحطها لك يعني لما تسال عليك جمعت لك عملت لك شنطه. هات عنه ترجعني بقى هناك بقى علنش رجعني بقى انا عارف بقى الحته اللي كنا فيها بقى. ماشي رجعني الشط بقى ماشي مطرحنا مطرح ماشي يلا نرجع هناك بقى. ارتاح يا عم محمد ارتاح في حاجات اهي ده كل حاجه يعني فاضل فاضل نعمل ايه اكتر. هات 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 بس انا مبسوط بالقعده معاك يا محمد. الله يخليك يا بيه والله العظيم تنورنا بيه. قلت لي بتحب السمك البلطي بقى باي طريقه؟ شوي قال لي بتحب المشوي بس يبقى بلطي بلطي ماشي هو اللي هو احلى حاجه البلطي ماشي احنا هنصطاد بولتي وتعمله لنا النهارده. لو تاخد التليفون بتاعي شوف اليوم اللي انت عايز فيه سمك انا هظبطه لك والله. يا عم محمد ده انا هاخد تليفونك احنا نتشرف. الله يخليك يا بيه.